يقوم الاستاذ باسل الجريدي وحياته الاستاذ اليوم نكرم شخصية كروية قدمت الكثير في عدة ملاعب يمنية. نكرم الشخص النبيل الأخ الكابتن نبيل مكرم، وهذا التكريم هو اليوم تقوم فيه السلطة المحلية ومكتب الشباب. كما تلاحظون بدأنا اليوم بهذه الفعالية الرياضية التي تجمع نادي الميناء ومنتخب نادي الحجرية، وهذا توحيد للجهود وتطبيع للحياة في مديرية المخا. هذا الكابتن المخضرم يعمل جاهدا لصنع بنية الشباب ودائما له الجهود الرائعة والجبارة في الملاعب. أتقدم بالشكر طبعا لكل القيادات المتواجدة في السلطة المحلية وعلى رأسهم الأستاذ باسم الزريقي وجميع قيادة السياسية والعسكرية المتواجدة هنا في المخا وفي الساحل الغربي على هذا التكريم الذي أعتقد أنه كان في وقت كنت أنا بحاجة إليه، خاصة وأن هناك كان نوع من الإهمال أو الابتعاد من الجهات الأخرى. حبينا أن نجي نشارك هنا في مباراة تكريمية للكابتن نبيل مكرم، وتم استدعائنا من قبل مدير عام مديرية، وقدمنا درع تكريما العميد طارق محمد عبد الله صالح المقاومة الوطنية في الساحل، وكلنا نحن معنا عدو واحد، وكلنا طبعا فريق كان في الساحل أو في عدن أو في مارب أو في تعز.